أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا هي راح تكون عن أسئلة الملحدين. أنا بالبداية بس بدي أطمن أول شيء إذا اليوتيوب شغال. أنا بتمنى إذا في أصدقاء باليوتيوب. طبعا شغال أكيد. بدأ بالعمل. طيب طيب شكرا لكم اصدقائي. طبعا هالحلقه هي راح تكون اسئله الملحدين. انا بتمنى من اصدقائي الشات مفتوح وتبداوا تحطوا الاسئله بالشات ونتناقش. هي بصراحه الفكره اجت الاخت اماندا بعثت لي سؤالين ثلاثه راح نقراهم سوا. الاخت اماندا كانت عم تقول مساء الخير جان، عندي أسئلة محتاج مساعدتك. أنا أخت أماندا يعني أنا أتمنى أقدر أساعد، وطبعا يعني على قدر الإمكان مثل ما بقولوا. الأسئلة عم تقول أولا من وين جينا وليش جينا، وهل كنا نحن قررنا نجي ولا لا. يعني أسئلة كبيرة بصراحة، أسئلة يعني صدقيني أختي أماندا، أسئلة هي أزلية مثل ما بقولوا، أسئلة موجودة منذ الأزل. هالأسئلة هي طبعا، والأسئلة هي اللي ولدت كل هالبلاوي اللي شايفينها، يعني هالحروب والديانات وهالفكر الإنساني عموما. نبدأ بالسؤال الأول، من وين جينا؟ أنا بقول لك من وين جينا. يعني في البداية كان مثل ما بقولوا the big bang، الطاقة اللي كل طاقة بنشوفها حاليا. إيش في طاقة؟ جسمي، جسمك، الأكل اللي بنشربه، المي اللي بنشربها، الدخان، السيارات، الجبال، المحيطات، النجوم، كلها انولدت في لحظة واحدة سموها البيج بان، وانولدت على شكل طاقة. هاي الطاقة تمت تقريبا 300 مليون سنة. بضغط الطاقة هاي انولدت أول ذرة اللي بسموها ذرة الهيدروجين. طبعا ذرة الهيدروجين لما صار في ذرة هيدروجين الجاذبية هون اشتغلت شغلة، بدأت ذرات الهيدروجين تتجمع على بعضها في ضغط كبير بأحجام كبيرة. طبعا صار ينولد مع ذرة الهيليوم. ذرة الهيدروجين والهيليوم هاي بكثافة كتير كبيرة شكلت أول النجوم. ومثل ما بيقول يسوع الدلوع، فليكن النور، فليكن الضوء، فانولد الضوء في هذه اللحظة بعد تقريبا 300 مليون سنة من البيج بانج. بعد طبعا يعني هل العنصرين الهيليوم والهيدروجين شكلوا نجوم كتير كبيرة. فداخل هالنجوم هاي بدأت تتشكل العناصر الثانية، مثلا الأكسجين، الكربون، يعني في العناصر تقريبا 24 عنصر بهالنجوم الكبيرة بدأت تتشكل. بعدها طبعا ال 92 عنصر الموجودين اللي بنعرفهم نحن حاليا مكون منه، كون اللي مكون كل شيء حوالينا منه، انولدت بقية العناصر تقريبا شابنا ال 92 تقريبا 60 65 عنصر كلها انولدت في السوبر نوفا. السوبر نوفا كيف بتصير؟ السوبر نوفا نجم كبير جدا جدا، يعني اضعاف اضعاف مثل ما بقولوا، يعني مليون مره، ما بعرف بالضبط الضعف حجم الشمس، ولكن نجمة كبيرة جدا تنفجر على نفسها، ما بتشكل ثقوب أسود ولكن بتشكل سوبر نوفا. بهالانفجار هاي
بقية المعادن كلها، خصوصا المعادن الثقيلة مثل الحديد الذهب هالمعادن هاي تنولد بالسوبر نوفا. فنحن جينا من هون لوين رايحين؟ يعني هاي بتم تخمينات لوين رايحين ما بنعرف. يعني الإنسان ممكن يتطور لإنسان آلي، ممكن يتفرع منه الإنسان الذكي ويبقى الإنسان الحالي، يعني ممكن يصير كل شيء. يعني ما هو إنه واضح وين نروح، المستقبل ما حدا بيعرفه. يعني احتمال نفجر، يعني مثل ما بقول تصير حرب نووية ونخلص من نفسنا بهالمئة سنة هاي. فيعني لوين رايحين هاي للمستقبل. وكتير علماء بيقولوا ممكن يعني الإنسان يتطور يصير بشكل آلي، ممكن يصير داخل كمبيوتر، ممكن أشياء كتيرة ممكن يصير. على كل، وهل قررنا نحن نجي؟ طبعا كل تأكيد نحن لا إراديين. أنا برأيي الشخصي نحن منا علاقة، نحن جزء من هالكون هذا. يعني الحجرة لما صارت حجرة ما بإرادتها صارت حجرة. يعني العناصر اللي انولدت بالسوبر نوفا ما بإرادتها انولدت، هي بعوامل فيزيائية انولدت. فنحن ما قررنا نهار من الأيام نجي. فهي مسألة فلسفية، وكل إنسان له فلسفته، له طريقته بطرح الفكرة. يعني خصوصا الأفكار الغيبية هي، يعني ما حدا بقدر بيأكد شيء، كل واحد بتفلسف على كيف. وأنا ممكن أتفلسف من هون لبكرة على كيفي. يعني فهي أشياء، يعني بصدقيني على كل أصدقائي أنا بتمنى يكون في مداخلات وحتى نغني الحديث. مساء الخير أيها الرفاق. أهلا يوسف، أهلا محمد. طبعا. طيب، أنا بصراحة يعني الفكرة اللي كنت أقولها إنه الإنسان ما هو بإيده جاء وما هو بإيده رايح. يعني لو الإنسان بده مثلا بيعيش، بده يشتغل، بده يتعلم حتى يعيش مثلا للخلود، خلينا نقول لازم يتعلم. احتمال الإنسان بهالمئة سنة يخترع دواء الخلود، يعني ما يشغل كتير غريبة يعني علينا. فأنا بالنسبة لي بصراحة يعني أتوقع أنه هالشي يصير، بس كيف بده يصير شكل الإنسانية ما بعرف. يعني لما يصير الخلود، وهذا أكيد نهار من الأيام بده يصير إذا ما دمرنا حالنا بقنبلة نووية بشيء من القبيل هذا. بس بدي أكتب فكرة الكوكب، أي فكرة بس جتني بدي أشرحها في بعدين. الفكرة هي احتراق الكواكب. على كل، في صديق كان سائل، طرحنا سؤال، كان سؤال مطروح إنه الإنسان ليش الحيوان ما القرد ما بتطور إلا إنسان. فجاوبت وقتها على السؤال هذا، ومن ضمن الحوار إنه قلت الحجر بيتطور. ففي أخ من الأصدقاء قال لي يعني تعملوا مثل شيوخ الإسلام، إذا شغلة ما بتعرفوا فيها لا تفتوا فيها. يا أخي ما أفتى، ما هي مسألة إفتاء، ما هي مسألة يعني شيء ما بنعرفه، شيء بديهي، يعني شيء بديهي لازم يكون للكل. يعني وقت البيج بانج لا كان في حجر ولا كان في حديد ولا كان في إنسان ولا كان في أي شيء غير الطاقة، الذرة ما كانت موجودة. العناصر الكيميائية اللي بنعرفها كلياتنا ما كانت موجودة.
بعد البيج بانج كل هالأشياء هي انوجدت، يعني تطورت. يعني مثلا ما كان موجود الأرض، الأرض ما بي يعني مباشر هيك كن فيكون، كانت الأرض ومحيطات وجبال وثلوج، ما كان هيك. الأرض تطورت حتى وصلت لهالمرحلة. يعني كان بالبداية كلها حمم وكلها غبار التمع على بعضه من قوة الجاذبية، صارت حمم بردت شوي، المياه تبخرت، صارت تساوي أمطار، صار محيطات، تطورت لحتى وصلت لهالمرحلة هي. الحجر يعني الحجر نفس الشيء. يعني الحجر شو هو الحجر؟ الحجر مواد كيماوية، ترسبات كلها فوق بعضها، مع مرور الزمن صار حجر. يعني ما اجى هيك من لا شيء، كن فيكون كان حجر. يعني انا اذا بدي بس اشارك في خلينا نشوف في نوع من الحجر انا بس بحكي فيه، راح احكي فيهم كيف. اول شيء خلينا نشوف، اسوي شير للسكرين. الحجر الحجر الرملي، شايفين هون الحجر الرملي هو صخر رسوبي يتكون اساسا من الفلسيار والكوارتز، والوانه تتراوح من الرصاصي الى الاصفر، هو غي الاصفر هي لازم الى الاصفر والاحمر والابيض، وبالطبع الوانه تختلف باختلاف مكان وجوده. والصخر الرسوبي، الرسوبي يعني الترسب مثل ما بيقولوا، لين وسهل التشكيل، وبالتالي يعتبر الأكثر شيوعاً استخداماً لغايات البناء ورصف الشوارع، وبسبب احتواء بعض الأنواع منه على حبيبات ذات حجم متساوي تقريباً، وبسبب صلابتها أيضاً فإنها تستعمل أيضاً في صنع المسننات لسن الشفرات والسكاكين، يعني المسننات هي بنعرفها. والحجر الرملي عدة أنواع، ومنها الحجر الرملي الكوارتزي، وهو غني جدا بالكوارتز الذي تربط بين حبيبات مواد لاحمة متنوعة ومختلفة الألوان لتعطي أشكالا مختلفة لهذا النوع من الحجارة الرملية الزجاجية. وهناك نوع آخر من الحجارة الرملية وهو الأركوز، وهو حجر رملي غني بالكوارتز الفلسبار أظن، ويعتقد أنه ينتج من تفتيت الجرانيت. على كل هاي نوع من الحجر. الحجر الكلسي، خلينا نشوف الحجر الكلسي. الحجر الكلسي صخر رسوبي كمان، يتكون بشكل رئيسي من كربونات الكالسيوم CaCO3 عادة على شكل كثبات أو أرجوانيات، وقد يحتوي أيضا على كميات كبيرة من كربونات المغنيسيوم والدولوميت، وأيضا قد يتضمن على بعض المكونات الأخرى ولكن بكميات بسيطة مثل الطين وكربونات الحديد والفلسبار والتبرايت أظن. طبعا يعني القصد أصدقائي من يعني إنه عم بقرأ من هال الويب سايت إنه الحجر بتطور مثل كل شيء، يعني ما في شيء ما بتطور. اليوم خلينا نفسر، بس أشرح كلمة معنات التطور. كلمة التطور، في ناس كتير بتفهم التطور يعني إنه فلان متطور أو فلان دولة متطورة معناتها التقدم للأحسن. دائما كلمة التطور مرتبطة بالأفضل، بالجيد، إلى الأفضل، إلى الجيد أكثر. بس برأيي أنا يعني التطور مو شيء، مو مرتبط يعني بالشيء الجيد أو إلى الأمام أو شيء من القبيل، ما هو التقدم. يعني التطور مرتبط بحالة إلى حالة، يعني بحالة مثلا خلينا نقول سائلة تطورت إلى حالة متجمدة، نقول كاسة مي كانت
سائلة حطيناها بالبراد بالفريزة جمدت، تطورت من حالة السائل إلى حالة المتجمد. هل يعني هذا أنه تطورت للشيء الجيد؟ ممكن إلي نعم، ممكن لغيري لا. يعني مثلا المي اللي بحب مي باردة بيحط البوز بالمي الباردة بيشربها جيد، ما بحب المي الباردة مو جيد له. يعني التطور مو شرط يكون للجيد للأحسن للأفضل، ممكن تطور من حالة للحالة. التطور هي كلمة، هي التطور من حالة إلى حالة، قد تكون الحالة أسوأ. فالحجارة كمان طورت، يعني الحجارة ما كانت حجارة صلبة، كانت غبار، هي غبار نجمي، مثل نحن كلنا جزء من هالكون هذا، كلنا غبار نجمي. الحجارة غبار نجمي، المياه كانت غبار نجمي، كل شيء، الحيوانات، النباتات، الصخور، التربة، الهواء اللي نتنفسه، يعني فكله غبار نجمي. يعني ما هو جاي جاهز وحطونا إياه بغمضة عين، مثل ما يعني بيحكوا فيها الربوبيين، أو خلينا نقول المؤمنين من الديانات اللي بنعرفها. يعني فكل شيء قابل للتطور. على كل أن أشوف إذا في عندي أي اوكي. الاخ حكمت، طبعا الاخ حكمت اصدقائي هو مدير الصفحه، فهو اللي عم بيرد على انا، لانه بصراحه بدي احكي وارد على الشات، هذا الشغل صعب شوي علي. فالاخ حكمت هو اللي عم بيرد على الشات، وانا بتمنى اذا في اسئله اصدقائي تبعتوا لنا اياها، وبتمنى منكم اذا كمان تقدروا تتصلوا على السكايب. على كل انا فتحت السكايب، سكايب مفتوح حالا، وبتمنى تردوا على اسئلتنا، على تبعتوا لنا اسئله او تتصلوا فينا ونتناقش. بصراحه انا مشتاق لكم، صار اسبوع يعني حالتي النفسيه ما كانت راضيه ان تعمل اي حلقات، ويعني قلنا نبتدي من اليوم. طبعا بكره في عندي حلقه مع الاخ روي الساعه 8، راح يكون الأخ روي مجاهر جديد، واتصل فينا عدة مرات على سكايب. وفي حلقة قبل الساعة 5 مع نبينا سامي الديب في أخطاء القرآن 3. في الأخ حكمت بعت لي سؤال، عم بيقول في سؤال من محمد وسام عم بيقول ماذا كان قبل الانفجار الكبير؟ ما بعرف، يعني بكل بساطة ما بعرف. يعني إذا في حدا بيعرف بعت لنا إياه. إذا أنت كنت متدين قلنا مين، أعطينا البرهان طبعا، ما تعطينا قال فلان عن فلان عن التاني. يعني إذا في شيء قبل الانفجار الكبير تفضل أعطينا البرهان، وأنا أضمن لك جائزة نوبل بكل سهولة. وإذا أنت متدين دينك ممكن يثبت إنه في كان شيء قبل الانفجار الكبير، يعني جائزة نوبل مضمونة 100%. على كل هلا الأشياء هي يعني هي نظريات كثيرة، فيها كثير نظريات. يعني نظرية الحبال الكونية أو الكوانتم ثيري، نظرية تعدد الأكوان، يعني ما في مفر منها، ما في مفر من نظرية تعدد الأكوان. مثل ما كان البشر أول يعتقدوا إنه الأرض كانت هي مركز الكون، بعدين طلعت الشمس مركز الكون، بعدين كانوا يفكروا إنه مجرتنا هي المجرة الوحيدة، هي الكون كلياته. بعدين اكتشفوا انه في مليارات المجرات، وما هو غريب انه نكتشف بعدها في مليارات الاكوان. وهذا الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي
انك لما تروح على اي محل، اي محل مثلا خلينا نقول محل ألبسة، ما تلاقي تيشيرت واحد، يعني كل البضاعة هي تيشيرت واحد. بالشيء الطبيعي انك تلاقي اصناف متعددة من التيشيرتات، ف من القمصان يعني. فالشيء الطبيعي انك بالكون انه يكون في تعدد الاكوان، وكل كون يكون القوانين الفيزيائية مختلفة عن القوانين الفيزيائية الموجودة بالكون الآخر. وشيء طبيعي كمان تلاقي نفس القوانين في أكوان أخرى. يعني طبعا حديث العلماء هذا مو حديثي أنا، إنه كل شيء ممكن موجود، كل شيء ممكن يعني موجود، يعني بمعنى إنه الأكوان فيها فاين تيونينج، مثل بقول فاين تيونينج يعني خلينا نقول الموجة الصحيحة. الموجة الصحيحة يعني انه نحن اللي الكون اللي ادى الى القوانين الفيزيائية اللي ادت انه الارض تقدر تدور حول الشمس، الجاذبية انه نحن نكون ثابتين على الارض ما نطير على حسب حجم، يعني الشيء الفاين تيون، الموجة الصحيحة خلينا نقول. فممكن أكوان أخرى بقوانين فيزيائية أخرى تكون موجة صحيحة لأحياء غيرنا، غير شكلنا، أحياء خلينا نقول هلامية ممكن تكون، أحياء ممكن تكون بشكل آخر. بس تعدد الأكوان شيء طبيعي، لازم يكون شيء طبيعي، شيء منطقي انه يكون في تعدد الاكوان. هلا تعدد الاكوان كيف بصير؟ في ناس، في نظريات بتقول انه كل ثقب اسود هو كون اخر، يعني لما بيصير الثقب الاسود هو بيج بانج لكون جديد. نحن بنتيجه للبيج بانج اللي نحن ثقب اسود في كون اخر، صار ثقب أسود في هذا الكون، بهالثقب الأسود جينا نحن، اجى الكون تبعنا. طبعا كلها نظريات، بس شيء أكيد ما في. فياريت الأخ محمد إذا يعني إذا مثل ما بقولوا إذا عنده يعرف ياريت يعني قلنا. على كل طبعا انا اشكركم اصدقائي، ويا ريت يعني مثل ما بقولوا تبعثوا لنا شويه اسئله. انا بدي اروح على شوي من التعليقات الاخوه اللي شفت تعليقات، يعني شيء يعني جيد جدا بصراحه، يعني شيء رائع. على كل بس دقيقه ادخل على التعليقات. في الأخ أحمد بن أحمد عم بيقول في فيديو، أظن إنه عم بيقول أريد فقط أن أبشرك كيف يكون عذاب الله. الأخ بده يبشرني كيف بيصير عذاب الله. الزلمة بيعرف كل شيء، بيعرف عذاب الله، رايح وشايف ومجرب وشايف قدام عينه ومتأكد 100% يعني انه كيف ده يكون عذاب الله. عم بيقول اريد فقط ان ابشرك كيف يكون عذاب الله. بعد الموت الانسان تنتقل روحه الى جسد اخر في الاخرة. عملية الانتقال كمان رقدة او خدرة، وفيما بعد استيقظ في مكان اخر، وبعد ذلك ينزع البصر والقدرة على الكلام والصراخ، ويبدأ عذاب الله، أي صداع رهيب
وقلق شديد، يعني في الدقيقة الأولى يبدأ الشخص يقول يا ليتني كنت ترابا، هذا هو عذاب الحريق. يعني من أين لك هذه المعلومات؟ يعني لو تفسر لنا أخي محمد أحمد، من أين لك هذه المعلومات القيمة هي؟ ويا ريت لو عندك تقدر تثبتها بتاخذ جائزة نوبل، يعني تثبت لنا كيف الطريقة، يعني شو 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 الطريقة إنه عرفت كل هالشيء هذا. يعني أنا بتمنى منك تثبت لنا كيف، يعني كيف صداع رهيب، يعني جاني صداع رهيب، واو، لا حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية. عم بيقول أخي حكمة إذا في أسئلة ما انتهت عليها أنا أوصلها لك، يا ريت وصلها، بتمنى توصلها. يعني أنا أخي حكمة يا ريت توصل لي الأسئلة هي. على كل في محمد الفوفي، يا رجل ما بعرف، يعني أنت بتتعب ما بتتعب؟ فلان أسلم وفلان أسلم، فلان دخل الإسلام وفلان دخل الإسلام، وانا مالي، يعني وانا مالي اذا دخلوا الاسلام، يعني شو 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 بده يزيدوا؟ لا، في كمان عم بيقول لي انه السويد عم بيدخلوا الاسلام افواجا، اهل السويد عم بيدخلوا بالاسلام افواجا. يا جماعه، لا اخ محمد، اعطيني عقلك، على ايش عم بيدخلوا الاسلام؟ يعني شو شو يعني كل اللي يدعون انه الاسلام ينتشر، ما انا بس اتمنى يعطوني دليل انه هذا اللي دخل الاسلام شو اللي اقنعه في الاسلام. يعني مثلا عرف حد الردة، عرف انه الجحش بيطير، عرف غزوات محمد، عرف سبايا محمد، كل هذا ووجو اسلموا، يعني شو اللي بيخلي الانسان يدخل الاسلام؟ شو اللي بيخلي الانسان يدخل الاسلام؟ انسان اوروبي فتح عينه على الديمقراطية، فتح عينه على الحرية، فتح عينه على العلم بدون أي خرافات. شو اللي بيخليه يدخل الإسلام؟ شو الفكرة المقنعة في الإسلام اللي بيخلي هيك إنسان يدخل الإسلام؟ يعني أنا بتمنى من أصدقائنا اللي بيكتبوا هالأشياء يعطوني فكرة واحدة إنه مقنعة لهيك إنسان متعلم، إنسان من بداية حياته يعتمد على العلم، تربيته على العلم، وبالنهاية يشوف الإنسان الإسلام ينبهر ويدخل الإسلام. شو هي الأسباب الرئيسية؟ يعني كل اللي بيعلقوا هون فلان دخل الإسلام وفلان دخل الإسلام، أنا بتمنى يقولوا لي الأسباب اللي دخلوا الإسلام، ما يقولوا لي والله نشرات كلها خرافية ونشرات كلها كذب بكذب وملفقة وكلها مثل ما بقولوا من البترودولار السعودي والقطري، الدعاية الكاذبة، البروباغندا الكاذبة هي. يقولوا لي الأسباب، شو الأسباب اللي عم يدخلوا فيها الإسلام؟ شو الشيء المقنع؟ يعني سؤال، من أين جاء الوعي؟ طيب الوعي الإنساني، خلينا نقول يعني شو هو الوعي؟ شو هو الوعي؟ الوعي بالموت. يعني هلا مثلا المخلوقات، الكائنات عفوا، أنا بالمخلوقات هي بتتم على لساننا، الكائنات الحية، يعني شو بفرق عني أنا والبكتيريا؟ الجينات هي يعني فوارق بسيطة بالجينات. يعني إذا الشفرة الجينية عند الإنسان وعند البكتيريا، خلينا نقول إذا في تحطها كلها بعضها بالساي مجلدات، يعني هنا من 4 حروف أظن، مدري 3، بس تركب تركيبات. إذا 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 مثلا المجلد تبع الإنسان، خلينا نقول ممكن بوصل 600-700 ألف مجلد كله مكتوب. جبت الملف تبع الإنسان هو 600-700 ألف مجلد، وجبت
جرثومة حية هي. جبت المجلد تبعك كمان بطلع له هالحسبة هي تقريبا يعني أكثر أقل الفرق إذا قرأت أنت هالمجلد هالملف الإنسان الجيني وملف البكتيريا الجيني ما راح تلاقي فرق. الفرق بين 600-700 ألف مجلد راح تلاقي فرق 10-15-20 مجلد لا أكثر ولا أقل بينك وبين البكتيريا، فما بالك بينك وبين الحيوانات الأخرى الكبيرة الثدييات، ما بالك بينك وبين الشمبانزيز اللي ما في فرق أقل من 2%. يعني إذا مثلاً 600 ألف مجلد خلينا نقول للإنسان و600 ألف مجلد للشمبانزيز ما راح تلاقي فيه صفحتين ثلاثة يمكن أو مجلد واحد أو مجلدين بيختلفوا والباقي كله مثل بعض. هاي الملف الجيني خلينا نسميه. من أين جاء الوعي؟ يعني الوعي جاء أنا برأيي الشخصي جاء من وعي الإنسان بالموت. يعني هلا كل الحيوانات بتخاف لما بتشوف أي خوف، يعني أي شيء مهدد حياتها بالخطر بالموت الحيوانات تهرب تخاف، هي غريزة الحياة البقاء. بس الوعي بالموت شيء ما عرفه غير الإنسان. كيف بحجم الدماغ كبر الدماغ الحجم الطبيعي الموجود حاليا الإنسان عليه هو اللي وعي بالموت. طيب أنساق المعرفة، يعني أنساق المعرفة اللي مختلف فيه عن الحيوانات شو هي؟ أول شيء الدين على شو بيعتمد؟ الدين بيعتمد على الإيمان والغيبيات، الإيمان بشيء آخر، الحيوانات ما عندها شيء. النسق الثاني من المعرفة بيعتمد على الفن والموسيقى والشعر وهالأشياء الذوقية، الحيوانات ما عندها شيء هذا. النسق الثالث العلم الطبيعي، العلم التجريبي، وهالشيء هذا ما موجود عند الحيوانات أو الكائنات البقية. والسبب الرئيسي هو حجم دماغ الإنسان، يعني حجم دماغ الإنسان هو اللي أثر بوعي الإنسان بالموت. يعني هلا مثلا الشمبانزيز أنواع القرود في كتير أنواع من القرود، في أنواع قرود حاليا هالوقت هذا تستعمل الحجر تكسر أشياء قاسية مثلا عجوات حتى تطالع اللب وتأكل. فهي تكنولوجيا، هذا الوعي، هي بداية الوعي. مثل ما أسلافنا كانوا بالعصر الحجري يستعملوا الحجر، ففي أنواع قرود حاليا تستعمل الحجر. الشمبانزيز بيستعمل الحجر، الشمبانزيز أنا يعني شفت بعيني فيديو بيمارس طقوس في إحدى الغابات الأفريقية، يمارس طقوس المطر. يعني أول ما بتنزل السنة أول مطرة في طقوس معينة، لعب نط على الشجر، أشياء معينة الشمبانزيز بيستعملها. شو هاد؟ يعني إذا ما كانت بداية الوعي بالغيبيات كيف ممكن نفسرها يعني؟ وهي طبعا موجودة، دراسات موجودة بأفخر الجامعات المقبولة الأمريكية والبريطانية. طيب لنشوف الأخ حكمت. الفيل يعي بالموت يا حبيبي يا جان. الفيل يعي بالموت، اوكي، الفيل يعي بالموت، يعني الفيل من الحيوانات الذكية. انا لا اقول انه يعني اللي يعي بالموت اذا بدك
بالموت الحقيقي، بالموت مثل الإنسان. يعني ما أظن الفيل بصل لمرحلة الإنسان بالوعي بالموت. يعني كل الحيوانات تحزن، مثل ما هو لما بيشوفوا ميت بيتموا عنده وبيروحوا بيجوا، عسى أنه يستيقظ، ولكن لا يستيقظ. الوعي بالموت، الوعي بالموت اللي مثل البشر اللي بنعرفه، ما أظن لا الفيل ولا غير الفيل وصل له. يعني ما أظن، يعني ما أعتقد. بس في السؤال بالإنجليزي، أنا بصراحة سرماد بن أيمن، هوكس جينز is what determines the complexity of the body. بصراحة أنا ما فهمت السؤال، يعني أنا يا ريت تكتب لي بالعربي حتى أقدر أفهمه. يعني إنجليزيتي مش ولا بد. يعني فالوعي بالموت، الوعي بالموت يعني موجود عند كل الحيوانات، لكن بقدر كل حيوان له كمية محددة أو له طاقة محددة بالوعي بالموت. يعني ما كل الحيوانات مثلا بمرحلة الإنسان. ولكن مثل ما قلت، يعني القردة إن أكثر الشيء، يعني الشمبانزيز ممكن يعني عنده طقوس بهطول المطرة الأولى في بعض غابات أفريقيا. يعني بعض الشمبانزيز من ضمنهم كمان يستعمل الحجر لياكل. فهي مراحل تطور هذا الوعي، يعني هيك بصير الوعي. هذا جوابي. يعني أظن هذا، يعني هذا جوابي. خلونا نشوف إذا في أي تعليقات وأسئلة تانية. أصدقائي يا ريت تتصلوا، يعني أنا بتمنى منكم تتصلوا على سكايب مفتوح، وإذا في عندكم أي مداخلات. الأخ تحسين، يعني أنا بتمنى ما تبعت لي بتمنى منك أخ تحسين ما تبعت لي إياهم هذول الفلان لاعب دخل الإسلام. يعني نحن شفنا كلياتنا، شفنا فلان لاعب لما كيف بدخل الإسلام، يدخل الإسلام وهو لا يفقه شيء من الإسلام. اللاعب الفلاني دخل الإسلام وشو يعني، وشو بده يساوي؟ يعني الرجل شفناهن على المسرح يلقنون قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، بطلع زلمة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا شو فهمه من اللغة العربية؟ يعني هذا شو فهم القرآن؟ شو فهم شو البراهين اللي أخذه وعرف إنه دين الحق ودخل بالإسلام؟ واضح لاعب مثل هذا. يعني عندكم آية ما شاء الله يعني معروفة، والمؤلفة قلوبهم فعوله بشان يدخل الإسلام. يعني والبترودولار السعودي لا يتوقف، وخصوصا الأسماء الكبيرة مثل اللاعبين مثل محمد علي كلاي ولا غيرهم، كل هدول الأسماء الكبيرة. يعني طب أشوف عم بيقول الأخ جانغ ريت، يعني هل سيأتي يوم على الشمبانزي ونراه يتطور ويصبح عنده ولو بنسبة قليلة نفس خصائص الإنسان؟ بكل تأكيد ما بنعرف. يعني وإذا بدي أقول لك ما بنعرف، لا نعرف هذا الشيء. ولكن ما هو غريب، يعني ما هو غريب إنه يجي يتطور لمرحلة الذكاء؟ نحن كنا في مرحلة قبل مليون سنة مليونين سنة بنفس مرحلة الشمبانزي. حسب الطبيعة، حسب الحياة، الكوكب هذا كيف بده يكون طبيعته في المستقبل، ممكن يتطور الشمبانزي بكل سهولة. يعني والشمبانزي مرشح انه يتطور لمرحلة الذكاء، ولكن يبقى شمبانزي لا يصبح انسان طبعا، لكن يعني مرشح يكون يتطور لمرحلة الذكاء. هذا شيء طبيعي. هذا الشمبانزي يعني
أنا ما عندي هون غطاء قنيني مثلا يفتح الغطاء، بإمكانه أي حيوان بيقدر يفتح غطاء، الشمبانزيز يفتح الغطاء مشان يطالع أكل وياكل، يعني في كثير أشياء تثبت ذكاء الشمبانزي، وممكن يتطور بكل سهولة هيك 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 كائن يعني، فشيء طبيعي إنه يتطور أنا برأيي. عم بيقول أهلا جان، ليس سواك ولكن أردت أن أقول أن جينات هوكس هي التي تتحكم بتعقيد الجسم، والدليل على هذا جينات الكائنات الحية، وقد كتبت مقال وقد كتبت مقالا قصيرا عن هذا الموضوع. يعني ما بعرف إذا الجينات هوكس ولا غير هوكس، بصراحة أنا ما عندي اطلاع على موضوع الجينات بشكل معمق أو دقيق يعني، فما تأخذني يعني، بس المهم يعني الجينات هي بتتحكم بكل تأكيد بكل شيء يعني، هي الجينات اللي بتساوي الأدمغة، الجينات هي اللي بتحافظ على النوع، نوع الأحياء، هذا شيء أكيد. خلينا نرجع نروح على تعليقات أخرى لنشوف، وبتمنى أصدقائي يتصلوا فينا يعني، يا ريت يتصلوا فينا حتى نتناقش يعني ونحكي وين صرنا، أين نحن؟ أبو قرصانة عم بيقول هتفضل تعمل فيديوهات لحد إمتى؟ لحد ما أموت أبو قرصانة، أنا بكل تأكيد لن أتوقف، راح أتم أعمل فيديوهات لحتى أموت، وإذا بدك يعني مستعجل على توقف الفيديوهات تعال قتلني وكون خلصت يعني. بعدين عم بيقول لي ما رأيك في قول بشار سأظل بالحكم حتى 2011؟ يضرب بشار ويضرب الساعة اللي شفنا فيها بشار. على كل حال هو ما راح يروح من الحكم ليموت يعني، بده يا ينقتل ما راح يعيش يعني، مثل القذافي. ابو قرصانة، ابو قرصانة عم بيقول المثلية اي الشذوذ ليست طبيعية يا عمي جان. أبو قرصانة وشو دليلك يعني إنه ما هي طبيعية؟ يعني يا ريت تعطينا رأيك الفصيح أبو قرصانة، وتقول لي شو دليلك إنه المثلية الجنسية ليست طبيعية، ليست شيء طبيعي. أما منظمة الصحة العالمية وكل الدراسات وكل البحوث تثبت انه شيء طبيعي، تصرف طبيعي موجود عن اغلب الكائنات. خلينا نشوف الاخ حكمة شو. الاخ كينجمان عم بيقول بدي رايك بفلسفة الربوبيين اخ جان. طيب الربوبيين، بصراحة الربوبيين أنا برأيي الشخصي، طيب نشوف الأخ زايد، أخ زايد، أخي زايد أهلا وسهلا فيك.
زايد تسمعني؟ اهلا وسهلا زايد، تفضل. صوتي واضح؟ واضح، تفضل. مرحبا لك جميل. اهلا وسهلا، يا ريت علي صوتك شوي مشان الاصدقاء يسمعوك كمان. الو. تفضل تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا زايد. اسمعني زايد. على كل الاخ زايد اظن ما عم يسمعني. بتمنى الاخ زايد يرجع يتصل فينا. اسف كثير الاخ زايد، يكون طبعا رجل دين شيعي سابق، وانا بتمنى يرجع يتصل فينا ونتناقش. الربوبيين، الربوبيين هي فكرة الربوبيين، يعني أظن بعد 100 سنة من الآن لن تجد شيء اسمه ربوبي أو شيء يؤمن بالربوبية أو شيء من هالقبيل. الربوبية هي يعني نتيجة، مثل ما بقولوا، وجود الربوبيين ذات نفسه نتيجة للأديان ذاتها. يعني الإنسانية خلينا نقول قبل 200 300 400 سنة 500 سنة أغلبية الإنسانية كان نسبة 99.99 يؤمنون بإله، يؤمنون بالديانات. الأخ طيب، بتمنى ايه؟ تفضل زايد، تفضل. تفضل. مرحبا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا زايد. أنا جاي يصير عندي داخل الصوت مع التسجيل القديم، مع يا ريت اليوتيوب بس توقفه او تشيله من الصفحه وتتكلم سكايب فقط. الان تفضل تفضل. تفضل اخي زيد، اسمعك، تفضل. حقيقه احنا جدا فرحانين وسعيدين لما نسمع هاي القنوات، نسمع هاي الشباب اللي حقيقة جاي يضحي وجاي يعني جاي تنتحر اجتماعيا، لكن مع هذا ما جاي تنتحر، انه احنا صراحة احنا جاي نستمد منكم القوة. تسلم يا طيب، تسلم. يعني حقيقة جاي يفتحون شهيته ان يتحدث حقيقة، يعني صراحة انا احكيها بكل وضوح. يعني صدقني صدقني، انا في انت اخي زايد يعني حكيت كلمة رائعة، أنا يعني ضربت بنافوخي، مثل ما بقول نحن ننتحر اجتماعيا وانتحرنا اجتماعيا بصراحة. يعني حقيقة حقيقة احنا عانينا من مثلها، يعني أنا يمكن من 9 سنين تقريبا بلشت بفكرة انه الإلحاد أو اللاتينية أو شو أسميها. حقيقة العناوين ما تخدمني قد ما تخدمني حرية الإنسان نفسه. بكل تأكيد. يعني أنا الهدف من الإلحاد، أنا مرات أشوف الإلحاد هو مرحلة أو شرف قليل اللي هناله. هو يحتاج لجرأة ويحتاج لقوة ويحتاج لوعي. يعني إحنا في مجتمعاتنا الآن اللي جاي تعيش مشكلة، ما نقدر نقول حتى لو كان الله اللي داس محمد مشكلة. يعني تخيل حبيب محمد دز الله، يا اخي ولا يكون انه الله دز على هالتصرفات هاي. احنا نلحد نحبي ونكره، ما يخدمنا. احنا نريد الله اللي ينزل مشاكلنا يحلها، ما نريد الله يحملنا مشاكل فوق طاقتنا. بعد ما عندنا القدره نسكت يا اخي. هو اذا بدنا نتبع محمد، محمد كاني يعني جاي يقولنا انه الله ما له معكم تار. ظاهرا اخ جانو، انا اللي اكتشفت بحكم خبرتي كرجل دين شيعي سابق، اللي اكتشفته انه هو رجل مأزوم نفسيا. صحيح. يعني انا صدقني، انا لما تسالني عن محمد الانسان، يعني عرفنا من اللي كل اللي جاي يحكون، انا جاي احكي بكل صراحه. محمد الانسان انا اتالم عليه، رجل يتيم وتاذى وشاف اللي شافه من مجتمعه، وهاي كلها نقدرها به.
يجي يفرض علينا عقدة ويسويها دين. هاي كارثة كارثة. فما علينا إلا النوعة ونساعدكم، يعني حتى اللي ما يقدر يساعدكم ولو بتعليق، لأنه أنتم أمل هاي الأمة هسا حاليا نحن جايين نعيش، أنتم أمل. تسلم يا طيب، تسلم. كلياتنا نشتغل سوا، حتى الانسان اللي صامت ما بيقدر يحكي كمان، المهم في داخله، يعني المهم يتخلص من هالفكره هاي، لانه اذا كل واحد تخلص من هالفكره هذا اهم من كل شيء. يعني هذا الامل مثل ما بقول، انه احنا شنو على كل، يعني عباره على الحلقات اللي سجلها المتابع لكم، متابع أخ إسماعيل بطل أسود. أنا أتذكر قبل سنة كنت أسجل حلقة وشوية صار الظروف، لكن هسه قدر الإنسان لما يمر فترة الحالة أو الدينية أو يعني المهم أن يخرج من الدين، يمر بمرحلة مرحلة صوفية، مرحلة حسب مرة نفسية، مرة كذا، لحد ما يقدر يتخلص. صحيح. أربع أو خمس شخصيات كنت أنا مفصوم فيهم، كنت مفصوم بأربع خمس شخصيات الداخل، مرة رجل الدين، مرة الإنسان، مرة الطفل اللي ما ربى وكبر، مرة المجاهد، مرة الإنسان الماء الدواعي جنسي، مرة يعني كلها لحد 9 سنين أنا أتعالج في سبيل أن أصفي هاي النفسية حتى أرجع إنسان. للأسف الشديد صحيح. 9 سنين أنا أتعالج، 9 سنين أنا جالس هنا برلمان، 9 سنين أنا أتعالج من شخصيات، تلبست فيها من خلال الدين. للأسف الشديد أخوي، مو بس أنت المشكلة، مجتمع كامل يعني أخذ عقد هالرجل هذا وعقد الشخصية المحمدية هي، وسواها ثقافة كاملة لنزات نفسها. نحن نريد نربى أولادنا أخجان، ونريد نربى أولادنا. يعني أنا ما عد استعداد، يعني مرات يقول لك الإلحاد ما عد ملحدين ما عدهم أخلاق. ليش ما عدهم أخلاق؟ عندي أنا، عندي بنت وعندي ولد وعندي زوجة وأبو عائلة ومرتاح مع عائلتي وسعيد. عجبني بصراحة منشور على الفيسبوك عم بيقول فلان متزوج 4 نساء ومغتصب 38 سبية وحاطط مفخخ نفسه بده يروح يفجر نفسه بشان 72 حورية، ويقول نحن متخرجين من بيوت الله. يا أخي إذا أنت متخرج من بيوت الله، لك المتخرج من بيوت الدعارة كيف يعني؟ صدقني أنا شفت، أنا كنت إمام مسجد في لبنان، واشتغلت إمام مسجد، واشتغلت خطيب في النجف، وأكثر من 19 سنة أنا رجل دين معمر وعندي مؤلفات. لكن اللي اكتشفت أنه إحنا مجتمع الشيعي، أنا خلنا نحكي عن المجتمع الشيعي، المجتمع الشيعي أنت بكل الحالتين لونك حلو منكوح. صحيح. يعني وحتى يعني المجتمع السني زاد نفس الشيء، يعني للأسف. يعني أنا باعتبار أنه مجتمعي أنا اللي أعرفه، يعني هو بالأخير هو محمدي، المجتمع الشيعي مجتمع محمدي. طبعا وأفسد خلق الله هم أولاد محمد، أفسد خلق الله اللي هم يسمونهم السادة والهاشميين، أفسد خلق الله. يعني هذا مقتدى هسه اللي جاي يشوفه هو سيد، وفعلا إذا تبرع عليه مقتدى هذا هي نسخة من جدة، بهالهبل بهالعباطة بهالتفاهة بالضبط. يعني وكذلك بس الصوت عم بيقطع أخوي زايد. بلي هسه تفضل. بلي هم كلهم هذا الخميني نفس الشيء، الخميني عنده يجوز نكاح، يجوز العقد على من كانت بالقناط. تتخيل هذا ايش قشر هذا؟ يعني شو وين نربى اولادنا؟ وين نحطهم حتى نقدر نحميهم؟ يعني مشكله. ومن لم يتمتع في يومه وليلته وفي عمره دخل جهنم. شلون؟ شنو هالنكاح هذا اللي طببك الجنه؟ يعني ما جاي افهمها. المهم انه انا اشكرك جزيل الشكر على هالبرنامج، حبيت بس اسمع صوتك. اهلا وسهلا فيك اخي زايد،
تتضايقون، لا تتضايقون بالعكس، ولا تخلون هاي الناس تعليقاتهم تأثر عليكم. انتم ابطال، ترى عندنا 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 جاي يتبوع، وعندنا اولادنا جاي يبحثهم. انتم ناس شرفاء، ناس عندكم قيمتكم الاخلاقيه والاجتماعيه، انتم اهل الاخلاق وانتم فقط على الفساد. تسلم يا طيب، تسلم تسلم اخي زايد. اخي زايد بس احب اقول لك انه البرنامج مفتوح لك باي وقت، واي وقت بدك ممكن نعمل، وانا جاهز ايضا ان اسجل حلقه مساندة لكم، تأييدا للعقل، تأييدا بس بشرط ما ظهورك ما يسبب لك مشاكل. يعني نحن قلت لك شغله، يعني هي الى مثلا شنو نوع المشاكل اللي اكثر من جاي نشوفها. بالضبط بالضبط، وهي فكرتنا، يعني فكرتنا. وصدقني صدقني زايد، في اصدقاء بيعتبوا علينا انه مثلا، وصارت حمله على البرنامج خصوصا الجهر، يعني انه اجهر، يعني واضح انك لازم تجهر، انا ملحد، انه صاروا ينتقدونا انتقادات انه بتسببوا يعني مشاكل للناس وشئنا القبيل. يعني الفكرة مثلا، خليني أقول، إذا نحن أجهرنا كملحدين، كم واحد رح يقتلوا مننا مثلا؟ بس مقابل هذا نحن الساكتين، كم واحد يقتل بسبب هالدين؟ يعني نحن لو جهرنا كل الملحدين سوا، صدقني كل الناس رح تسأل حالة مين هالملحدين، وكلهم يفكروا بالإلحاد، والأغلبية الساحقة ستترك الدين وننتهي من القتل والتدمير. يعني المسألة بدها تضحية مثل ما بقول، يعني بالضبط. لكن مع هذا احنا الإسلام مليار وشوية، احنا مو هدفنا نزيل الإسلام، ولأنه هذا الأمر جد لازم نكون واقعيين، احنا مو هدفنا نزيل الإسلام أو نزيل المسيحية، احنا نريد حقنا، نؤمن ونلحد بدون اي عقاب. بالضبط، يعني هلا اذا كل الملحدين قالوا نحن ملحدين، يعني اقل شيء راح يصير شغله عاديه عند المؤمنين، عند المسلمين خصوصا، انه شغله عاديه، هدول جزء من المجتمع مثل المسيحيه مثل غيره. من حقه يا اخي، مثل ما بالضبط، من حقك ان تكون شيعي او تكون سني، هذا من حقك، يعني اكون لا ديني اكون ملحد. صدقني 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 الناس تعبانة، بس المشكلة يحتاج لها جرأة، يحتاج لها بس جرأة شوية. الجرأة احنا هم لازم شوية هم نطور من خطابنا، يعني احنا هم لا ننزق له، مثل احنا المشكلة ماخذ الناس نظرة على الملحد عبالهم شيوعي، يعني عبالهم ماكو مثل الشيوعي، يعني الشيوعي حقيقة ما قدم لنا عن الحرية الا الخطأ. بالضبط، الشيوعية نهج بيختلف، الشيوعية مثل أي ديانة يعني تقريبا. أرجو أن تأكد أخ جانو في كل حلقاتك تركز على هذا الموضوع، أنه إحنا قلوا يا إحنا نختلف عن الشيوعية، إحنا عندنا نظرة قيمية للحياة، واللي يقدر الحياة يعني ما أدري قد خلوق. بالضبط صحيح، إحنا ما هدفنا أنه الإباحة، هدفنا. صوتك رجع قطع أخي زايد. حبيب قلبي اخي زايد، انا بشكرك كثير على الاتصال الطيب، وانا راح احاول اتصل معك كمان وننسق لحلقه، وانا بتمنى شيوخ مثلك او شيوخ سابقين يعني يطلعوا معنا يفهموا الناس ليش هدفنا انه نعيش صح مثل باقي الناس. بكل تأكيد أخوي، بكل تأكيد، ونعيش صح، ونورث أطفالنا قليل من السعادة. يعني نحن ما ورثنا غير الدمار والخراب من أسلافنا. خطية الناس، هاي خطية للأسف الشديد، للأسف. حبيبي أشكرك، شكرا شكرا زايد، شكرا أخوي زايد، وإلنا لقاء، إلنا لقاء، شكرا، السلام السلام. طبعا أشكر الأخ زايد على الاتصال هذا، والأخ زايد مثل ما وضح لي أنه كان الشيخ شيعي، ما بعرف شو بسمه، الشيخ لازم يكون الشيخ شيعي من شيوخ الإسلام، وشايفين سمعته بإذنكم. يعني على كل أنا راح أحاول أعمل حلقة مع الأخ
زايد ويحكي لنا فيه عن تجربته مع الحسينيات ومع مثل ما قال عنده مؤلفات حتى في الفقه الإسلامي. بتمنى أستضيفه، وأنا على أمل أنه أستضيفه، وراح أحاول راح أتصل فيه طبعا في الأيام القادمة، ويا ريت نقدر ننسق لحلقة معه. طيب خلينا نشوف الأخ حكمة بيعت لي أسئلة. عم بيقول رشيد، الأخ رشيد ريتشارد أظن، أعتقد أننا نعرف أنواع محددة من الحيوانات كالإنسان والحيوان والنبات والميكروبات والفيروسات والطيور وغيرها، لكن لا شيء يمنع وجود أشكال لا نعرفها، وربما تواصلنا مع جزء منها أو لم نتواصل. بالتأكيد أخوي، بالتأكيد أخوي ريتشارد أو رشيد، المهم بكل تأكيد يعني مو شرط حتى يكون مثلا الحياة بالشكل المعروف، يعني نحن بنفكر مباشرة بالحياة بالشكل المعروف لأنه ما بنعرف غيره. يعني احتمال مثلا كائنات أخرى في كواكب أخرى تكون بدال الدم مازوت مثلا، والبدال اللحم يكون شوية بلاستيك مثلا، يعني يعني لأنه نحن ما بنعرف غير شكل الحياة هاي، فبنقول نحن بنعتمد على الشكل هذا، ولكن أشياء أخرى ممكن تصير بكل تأكيد. يعني إذا فكرنا شوي مثلا بمثل فيلم ماتريكس، خلينا نقول الآلات إذا أخذت شكل الحياة، الإنسان اتطور من البيولوجيا إلى شكل الآلة، فراح يكون الكائن هذا اللي اتطور من الإنسان للآلة عبارة عن آلة وكمبيوتر، الطاقة تبعته بياخدها من الشمس مثلا، من طاقة الشمس بياخدها، من البترول مثلا بياخدها، من كثير أشياء. يعني حتى ما بيتم شيء اسمه بيولوجي، ما بيتم شيء اسمه دم ولحم، بيصير شيء مختلف، حديد ونحاس وبلاستيك، وممكن يفكر وممكن يبدع، ممكن يلقي شعر حتى كمان، ما في اي يعني اظن يعني لازم يكون هيك. في عم بيقول ما هو الهدف، الاخ جان كريت، ما هو الهدف من الحياة أو الكون أو الوجود؟ هل ممكن فقط هكذا بدون سبب أو عشوائيات كما المقولة الأجنبية الكون لا يكترث؟ بكل تأكيد الكون لا يكترث، يعني ما في هدف. النظام التطور يعني التطور ذات نفسه ما له هدف. يعني خلينا نقول الأرض عمرها 4.5 مليارات سنة، ماشي، إذا الهدف هو الوعي أو الإنسان مثل ما بدعوا الألوهيين، ليش الطبيعة خلينا نقول استنت 4.5 مليارات سنة حتى يظهر الإنسان؟ يعني مرحلة الحيوانات الضخمة خلينا نقول الديناصورات، والديناصورات عاشت تقريبا 180 مليون سنة، شو الهدف؟ يعيشوا وينقرضوا ولا شيء، حيوانات لا تفقه شيئا نهائيا. فالتطور ما له هدف، التطور عشوائي. نحن الكائن الوحيد اللي وصل على كوكب الأرض انه ممكن حاليا يتحكم بالتطور تاعه، يعني بمعنى انه ممكن الإنسان في هالوقت هذا يخترع دواء يطول عمره أكثر، وأصلاً يعني صار يعني مثلاً من 200 سنة معدل الأعمار ما كان بهالمستوى هذا، معدل الأعمار كان بين 40 و50، هلأ وصل بين 70 و80، وهذا عائد طبعاً لتطور التكنولوجيا، والإنسان طور
وسائل النقل اعتمادا على النفط طبعا وعلى الفحم الحجري بالبدايه، على البخار، الات اللي تعمل بالبخار، بعدين تطورت صار على النفط وصار ياكل بشكل صحي، صار مساله الصحه كثير ضروريه. يعني اليوم واحد يمرض، اي واحد باي قرنه من هالكوكب هذا الا يلاقي مستشفى يروح يتعالج فيها. بالقديم ما كان في، كان في سحر او في كان في منجمين وشويه على اعشاب طبيعيه واشياء من القبيله، فمعدل الاعمار كان قصير، وكل ما له عم بيزيد، كل ما له عم بيزيد. ويعني انا قايل هالحكي من زمان، انه في يعني اختبارات صارت انه على الدوده طولوا عمره دبل، على الفئران طولوا عمره ترابل يعني ثلاث اضعاف. ف الخلود جاي على الطريق، الخلود جاي على الطريق، فالانسان صار يتحكم بعمليه تطور ذات نفسه بذاته. الى اين ستصل؟ ما حد بيعرف. هدف؟ ما في هدف. ليش متمسكين بالحياه؟ الجينات هي اللي متمسكه بالحياه، والجين ما بيهمها انه تكون انسان ولا تكون شمبانزي ولا تكون فيل ولا تكون زرافه، يعني المهم الجين يستمر. طيب خلينا نشوف سؤال اخر اظن. عم بيقول هل تغير عنوانكم؟ عنوان تغير، يعني العنوان تغير مثل أغنية علي الحجار، عنوان بيتنا زي ما كان بس انت نسيت العنوان. على كلنا أصدقائي طبعا، يعني الشباب أصدقائنا اللي المسلمين الحلوين الحبوبين اللي لا يقنعهم شيء في هذا الكون غير الخرافة وغير الجهل، للأسف الشديد أهالينا يعني ما لقوا حجة يواجهوا البرنامج فيها إلا بالتبليغات وبالادعاءات الكاذبة، حتى سكروا القناة فغيرنا العنوان. تغير العنوان وهي قناة جديدة طبعا مثل ما انتم شايفين مبتدئين فيها، وعدد المشاهدات قليل، ما في مشكلة. رح نكمل ونحن باقون، مهما كان لو يسمعني واحد فقط سأستمر، وحتى إذا ما حدا سمعني رح أحكي لحالي. ليش؟ لأنه جرحي عميق، جرحي هن أهلي، أهلي المشردين في بلاد الله الواسعة. ليش؟ من وراء الدين هذا، من وراء الخرافة. فسأبقى أتكلم، أنا متأكد راح يسكروا هالقناة في يوم الأيام، كمان راح أفتح قناة أخرى، ومتأكد راح يسكروا القناة الأخرى وراح أفتح أخرى، ومستمر ومدني ما بقى بدي إياها. على كل مثل ما قال الأخ زايد، نحن منتحرين اجتماعيا، انتحرنا اجتماعيا بكل معنى الكلمة. أنا أحد الأشخاص اللي انتحر اجتماعيا، أنا ليس عندي أصدقاء بالأرض الواقع، طبعا أصدقائي كلهم بالنت، أصدقائي الملحدين اللي أعتز بصداقتهم وأحبهم حب أخوي إلى أبعد الحدود. وعلى أرض الواقع ليس عندي أصدقاء، أهلي وناسي كلهم تخلوا عني وتخليت عنهم، يعني المهم ما في أي تواصل. انتحرنا اجتماعيا بكل معنى الكلمة، ملاحقين، مهددين بالقتل بكل ساعة وكل يوم، تأتينا عشرات الرسائل بالتهديد، كله لا يهم. سوف أبقى أتكلم ويتغير العنوان زي ما هو عايز مثل ما بقوله. طيب خلونا نشوف الأخ Just Think عم بيقول العالم ممكن حدا ينصحني بموقع أو عنوان كتب علمية
أقدر أستفاد منها لأقرأها، لأنه أنا ما وصلت حتى لمرحلة الثانوية وحابب أتعمق في العلم. يعني في بس دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة. في أظن شوية كتب شوية كتب عندي. هي كتاب تاريخ الطب، كتاب كتير بسيط من عالم المعرفة. يعني عالم المعرفة فيه بصراحة، فيه كتير كتب مثل ما بقولوا يعني جميلة، إنه ممكن تقرأها إذا بتدخل سلسلة عالم المعرفة. في كتير وموجود، على كل حال بتقدر تسأله داونلود يعني وببلاش. يعني قصة الكون، في أشياء كتيرة. هلا مثل هذا من تاريخ طبعا، أنا شاري من هي تقريبا من 2003 أظن عندي. في هي كمان شرح عن الجينوم، طريقة الجينوم، كمان من عالم المعرفة. باقي الكتب عندي هون إنجليزية شوي يعني، بس أظن عالم المعرفة فيه كتير أشياء ممكن يعني تقرأ منها. ولا يهمك أنت ما دخلت الثانوية، أنا ساقط في الإعدادية كمان يعني. يعني الشهادة الوحيدة اللي أمتلكها ابتدائي، ووصلت التاسع وصرت ما جبت العلامة الكاملة. أظن كان وقتها بالرياضيات والإنجليزي ما جبت ربع العلامة، زقطوني وتركت المدرسة. يعني العلم ما بده مدارس طبعا، والمدرسة الكبرى هي جوات عقلك وكيف تفسر المعلومة. يعني المعلومة ما في، ما مهم انك تقرأ مليون كتاب، المهم تقرأ كتاب واحد تعرف كيف تستعمله. يعني هلا بتلاقي أساتذة جامعة ما شاء الله، واختصاصات نووية واختصاصات طبية، وبقعد قدام واحد حمار ربي بالدقن بهزه راسه للأسف الشديد. بيقعد قدام واحد بهلول ما عرفان، فاشل بحياته، راح صار شيخ، صار رجل دين، بهزه راسه يكون من أساتذة جامعات. يعني مهزلة ما بعد مهزلة. ليس مهم كم المعلومات اللي عندك، المهم شو، كيف تنظر لهالمعلومات، هاي كيف تنظر لها، كيف شايف الصورة الكبيرة. وشغلة تانية، الوثائقيات يعني مثل ما بقولوا حدث بلا حرج، مليان وثائقيات ممكن يعني موجودة. هلا صارت مترجمة للعربية وثائقيات، طبعا ما فيها وثائقيات ما شاء الله، ما شاء الله. كلمة الله شيلها على طرف، وثائقيات كتيرة بتحكي لك بالعلم بالموضوع. في مترجم لستيفن هوكن، في مترجم ل ميتشو كاكو مثلا، عالم الفيزيائي. في كتير يعني، في كتير وثائقيات ممكن تستفيد منها. ونحن بصراحة يعني نحن نعتمد على السمع أكثر من القراءة. فأنا بالنسبة إلي ما هو مهم كيف تجيك المعلومة، يعني جتك معلومة من وثائقي ولا قريتها بالكتاب، المهم تصلك المعلومة، المهم تصلك الفكرة، المهم تفكر بالفكرة ذات نفسها. كيف وصل يعني، الوسيلة ما هي كتير مهمة، الوسيلة الأبسط الأريح لك خدها. يعني في ناس أنا بقول لازم تقرأ أولد ستايل يعني مثلا، أو القراءة بالكتاب العادي ما يكون بالكمبيوتر. يعني كل إنسان اللي بيريحه، المهم تصل للفكرة، المهم تصل لنتيجة تحليلية، خلينا نقول تفهم الفكرة هي ذات نفسها. طيب أشوف الأخ حكمت بعت لي، أظن
عم بيقول أخ حيدر نحن معك يا جان يا أخ جان. أنا بتشكركم طبعا وأنا معكم، بقيت الأخوة كمان قالوا نفس كلام حيدر. أنا 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 كثير فرحان فيكم أصدقائي، كثير فرحان فيكم ولن نتوقف. يعني أنا هالأسبوعين يعني بصراحة قال لك لما سكر القناة يعني جتني هيك صدمة نفسية مثل ما بقولوا، يعني فهيك رخيت شوي حتى مثل ما بقولوا أخذت استراحة محارب. واستراحة المحارب هي انتهت اليوم، بدأت امبارح على فكرة. أنا آسف كثير، كان في حلقة مع الأخ كريم العبيدي ما زبطت، يعني أنا ما كنت متحضر والأخ كريم كان كمان تعبان، والأبلة كان في حلقة لغيناها. على كل إن لغي الحلقات ما بقى فيه، هلا في يوميا صار عنا بس، وبكرة عنا حلقتين رح نبدأ من جديد مثل ما بقولوا. وأنا كنت هالفترة هاي شوي مشغول بتحضير ديواني، بدي رح أنشر ديواني على أمازون. طبعا نبينا سامي الديب رح يعلمني الطريقة ورح يكون هو الوحيد طبعا بمساعدتي بنشره بأمازون. وطبعا سوينا الفاينل أنا وأخي حكمة بالإملاءات وسوينا هالأشياء كلها، فباقي أظن هالأسبوع هذا لازم يكون موجود على أمازون. أظن يعني الديوان رح سميته أنا همسات على ضفاف الحب، هي عبارة عن 30 قصيدة غزلية بالحب، القصائد اللي كان فيها السياسة، القصائد اللي كان فيها شيء خارج الحب شلتها ما حطيتها، هلا رح أحطها بديوان آخر في المستقبل. ولكن الديوان هذا هو قصائد غزلية بحتة، قصائد حب، وأتمنى أتمنى بالحب نقدر نبني الوطن وأوطاننا كلها، كل المستمعين طبعا. أخي حكمت على كل طبعا يوم الاثنين في عنا الساعة 8 بتوقيت لندن الأخ حكمة ابن كثير مفسر القرآن، رح نكون معه في حلقة اسألوا ابن كثير. أنا بتمنى من أصدقائي اللي عنده أي سؤال للأخ ابن كثير، الأخ حكمة، يحضر السؤال بشو ما كان يكون، يعني من كل تفاسير ابن كثير. رح نساوي حلقة اسألوا ابن كثير، وإذا نجحت الحلقة وشفنا تفاعل ممكن نكررها عدة مرات، يعني حتى ما شاء الله مثل ما بقولوا. على كل أخي حكمة إذا في أي شيء آخر، أنا بس بدي أشوف إذا في أشياء ثانية. أين أنت؟ أين أنت؟ في الأخت أمل كاتبة من 7 ساعات تقريبا عم تقول مرحبا أخي جان، شكرا على كل ما تقدمه، أنا بدي أتواصل معاكم بس ما حي ما أقدر تواصل عبر سكايب، إذا ممكن تعرفنا كيف تواصل عبر سكايب. طبعا أختي أمل السكايب موجود تحت الفيديو بالدسكريبشن، موجود جان.برو.2 جان.برو.2 ممكن تضيفينا على سكايب وتتصلي أو تبعتي رسالة في أي وقت، وأوقات البث ممكن تتصلي فينا، يعني ما في أي مشكلة. أهلا وسهلا فيكي، وأنا بتمنى أسمعك عن قريب أو أقرأ رسالة لك. في الأخ جانك ريت عم بيقول لماذا برأيك الثلاث أديان الإبراهيمية هي الأكثر شهرة وانتشارا وأهمية؟ أظن
وهيمنة على عدد كبير من البشر عكس الآلاف من الأديان الأخرى. وأسف على كثرة الأسئلة. ولا يهمك أخوي، نحن يعني بدنا نتناقش وبدنا نتعلم من بعض. يعني أنا أعطي رأيي فقط، وليس أنا برأيي الشخصي. طبعا أخوي، الديانات الإبراهيمية هي الأكثر انتشارا في العالم، لأنه هي تقريبا الوحيدة اللي اعتمدت على السيف والدم. يعني المسيحية قبل ما يجي هذا الحاكم قسطنطينية مثل ما هو اسطنبول حاليا، يصير مسلم ويصير مسيحي ويساوي الديانة الرسمية للدولة البيزنطية الديانة المسيحية. يعني كانوا الشرازم هون وهون لابسوا فرنجين المسيحيين، ولكن بعد ما تمسح الأخ هذا قسطنطين، ما بعرف اسمه بصراحة، أنا نسيت، ما بيهمني كتير يعني أعرف اسمه. بعد ما تمسح الأخ واستمسح سوى الدولة، دين الدولة المسيحية. طبعا رجال الدين قووا، صارت الناس تدخل في دين المسيح أفواجا، ليس لأنهم مقتنعين، ولكن لأن على رقابهم السيف وزعيم الدولة هو مسيحي. فصارت أوروبا كلها مسيحية، والقصص كلها بنعرفها، والإسلام نعرف قصته. الإسلام يعني بخلال 10 سنين من الإسلام المكي كان لم يبلغ 72 مهاجر، أظن 70 مهاجر، يعني كل اللي أسلموا على يد محمد خلال 10 سنين 70 واحد. هاي زمن مكة. هاجر محمد للمدينة خلال 80 سنة. بعد 80 سنة من هجرة محمد كانت من إسبانيا لحدود الصين. فتصور 10 سنين 70 شخص فقط، بدون سيف، بدون قتال، بدون شيء، و80 سنة من حدود الصين إلى الأندلس مثل ما بسموها. فانتشرت وهيمنت على الكوكب بالسيف، بالقوة. اليهودية هي من الديانة الإبراهيمية، لم تستعمل السيف، بقيت شايفين كم واحد يعني ما بيطلعوا لهم 30 40 مليون، كل الموجودين معتقلين على الكوكب كله يعني. فالسيف هو السبب الرئيسي بانتشار الديانات الإبراهيمية. البوذية والموذية ولا شو، بصراحة أنا ما بعرف عنهم كثير يعني، لأنه بس ما أظن يعني طلعوا بالسيف. على كل، في في الفاكترو عم بيقول بعض يؤمن بوجود الروح سبب الحياة. يعني هو الإيمان هذا بوجود الروح أزلي، يعني من وقت أزلي، بمعنى أنه بوجود الإنسان، بساعة وعي الإنسان بذات نفسه موجود الوعي، موجود الإيمان بالروح. ولكن شو هي الروح؟ ما هي الروح؟ يعني شو هي الروح؟ يعني ما في شيء اسمه روح. يعني طبيا هي خلايا العصبية في الدماغ، الموجات الكهربائية هي اللي جسمنا يمشي عليها، هي بما نسميها الروح والوعي. الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ هي الروح. وإذا توقف الأكسجين عنها طلعت الروح، توقفت هذه الروح، توقفت الكونكشن أو الاتصال بين خلايا الدماغ. الموجات الكهربائية هي التواصل، خلينا نقول، بين خلايا الدماغ. هذا هو التفكير، هذا هو الوعي. بس توقف الأكسجين عنه انتهت، وقفت، ما في شيء اسمه روح. يعني
كلها من الغيبيات، مسألة الروح، مسألة صحيح. على فكرة الربوبي، أنا آسف، في سؤال عن الربوبية على ذكرته، بس أشوف ال وين كان السؤال. آسف كتير، اتصل فينا الأخ زايد والربوبية، أنا السؤال نسيته. وشو ما تقدر تساعدني تبعت لي سؤال مرة أخرى؟ الربوبية، عم بحاول أشوف الربوبية وين. عم بيقول بدي أريد بدي رأيك بفلسفة الربوبيين. الربوبيين يعني أنا برأيي الربوبيين يعني الشخص خصوصا اللي خارج من الأديان، من قوة قمع الدين، خلينا نحكي عن الربوبيين المسلمين فرضا مثلا، اللي خارج من الإسلام وصاير ربوبي، يعني الإنسان الخارج من الإسلام، نحن كلنا بنعرف كم الإرهاب الموجود في الإسلام، الإرهاب الفكري طبعا بغض النظر عن الإرهاب الجسدي، الإرهاب الفكري بالعذاب الأليم بجهنم الحمراء، ويعني إبداع في مسألة ترهيب الإنسان من الآخرة، خصوصا بعذاب القبر، الثعبان اللي بشعره، الثعبان اللي حالق شعره، والثعبان اللي حالق بانجي، والثعبان اللي ما بعرف، يعني كل هالإرهاب من العذاب هذا، جهنم، الصراط المستقيم والصراط المعوج، وكل هذه التفاهات هاي، الإنسان لما بيصل لمرحلة إنه هالدين هذا غلط، قدام عينه شايفه غلط، بس بتم هالإرهاب هذا متكمش في عقله الباطني مهما حاول. يعني الإنسان شو الإنسان؟ الإنسان هو تراكمات، كلها تراكمات، يعني تراكمات بتتم باللاوعي، باللا شعور. فالثقافة هي ثقافة الإرهاب والخوف والإرهاب، هي تبقى في اللاوعي. فبيجي الإنسان وصل لمرحلة إنه كل هالديانات غلط، يعني واضح غير منطقية. فشيء طبيعي، شيء طبيعي إنه يتم هالخوف هذا، الخوف ما بيروح بنهار وليلة، حتى إذا اكتشف واقع يعني عدم واقعية الأديان هاي، فبيلجأ خلص أوكي في الله، بس هالديانات هاي غلط. ولكن أنا أؤكد حتى هالشخص الربوبي هذا رح يصل لمرحلة هالخوف هذا يروح منه. يعني أنا برأيي إنه مسألة إنه الربوبي هو بقايا الخوف الموجود عند الإنسان هذا، لازم يوصله لهناك إله، يعني لازم يوصله لهناك إله، لأنه في كم خوف رهيب في أعماقه متوارث من هالدين هذا، من هالإرهاب اللي أخذه من الإسلام، فلذلك بتلاقي صار ربوبي. هذا رأيي الشخصي طبعا، هذا رأيي الشخصي، وطبعا ممكن ينطبق مع ناس ممكن لا ينطبق مع ناس اخرين، يعني ما هو شرط انه كل الربوبيين يكونوا بنفس الطريقة هاي، ممكن يكون ربوبيين لانه ما وصلوا لمرحلة انه يعني قناعة انه الاله ما له لزمة، الاله ما له لزمة، ف بيصير ربوبي، هناك إله بس خلق الكون ومشي، إله سيء، إله جيد، هذا بغض النظر عن إنه إله سيء أو جيد، يعني المهم خلق الكون ومشي. إله عابس مثلا، ولكن وصل لمرحلة إنه في إله، وصل لمرحلة بقناعة إنه في إله، ولكن الإله طبعا هو بيصنفوا على هواه، يعني مثل ما
كيف على كيفه يعني. بس رأيي أنا الأغلبية الساحقة يعني خصوصا من الخلفية الإسلامية هو بقايا خوف من كم الإرهاب اللي تلقنوه أو تلقوه يعني في الماضي في حياتهم. على كل أصدقائي أنا أشكركم كتير، ومثل ما بتعرفوا يعني أنا بتمنى منكم تنشروا رابط القناة أو تنشروه بين الأصدقاء حتى يعني نرجع نوقف على إجرينا مثل ما بقول مثل أولي وأحسن كمان، ومثل من اليوم فصاعدا كل يوم عنا حلقة ولن نتوقف مثل ما بقولوا حتى تتوقف الروح هي. فكونوا معنا، وبتمنى منكم كمان تشاركوا اللينكات اللي تحت قناة الجحر الاحتياطية وقناة الحاض العظيم وبرنامج الاتجاه المشاكس. يعني نحن قريبا سنبدأ نفعل برنامج الاتجاه المشاكس أظن يعني في بعض المناظرين، وأتمنى إذا في حدا من الأصدقاء المسلمين اللي يجدون في نفسهم القوة الكافية ويعني مؤمنين إيمان كامل إنه دينهم دين حق يجوا ينظرونا، إذا كان دينهم دين حق أتمنى يعني ما يترددوا. وأشكركم كثير وأشوفكم بكرة الساعة 5 بتوقيت لندن لحلقة مع نبينا سامي الذيب في أخطاء القرآن الحلقة الثالثة، والساعة 8 راح يكون معنا الأخ روي مجاهر جديد. أشكركم أصدقائي وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.